نتذكر من كانوا معنا في شهر رمضان الماضي أحبة وغيبهم الموت عنا، سيد محفوظ، السيد محمد، سيد جعفر، السيد محسن، سعيد ملا حسن، أبو عادل، حسن القبيطي، حاج إبراهيم لطف الله، أم فؤاد، أم كميل، خديجة المحفوظ، شهداء الإحساء والقطيف والدمام والكويت، والعلماء رحمة الله السيد محمد باقر المهري وآية الله الشيخ محمد الآصفي رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي، إن لم نعش الخجل والوجل والاضطراب في هذه الدقائق والساعات فنحن لا نقدر هذه الليلة العظيمة. لماذا؟ لأن أعمالنا، ذنوبنا، معاصينا سوف ترفع إلى الله في ساعات. كم ساعة تفصلنا الآن عن طلوع الفجر؟ إن أردنا لهذه الساعات أن تكون سلاما علينا وصفحا عن خطايانا وغفرانا لذنوبنا فلنستثمر هذه الساعات. فيما بقي الآن أحبتي، لا تنظروا إلى وجوه بعضكم البعض، ولا داعي لتصفح ما حولكم، تصفحوا الذنوب والمعاصي التي صدرت منكم خلال العام. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: من وافق ليلة القدر فقامها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أي أن نخرج من هذه الليلة، غايتنا يا الله أن نخرج الليلة والذنوب مغفورة بين يديك. وإن كانت معاصيك كثيرة فاجعل الاعتراف بالذنب إلى الله وسيلتك. قل له كما قلت في دعاء أبي حمزة الثمالي: أنا الذي لم أستحيك في الخلاء، أنا الذي هممت، أنا الذي عصيت، أنا الذي أسقطتني من عينك فما باليت. لو كنا نستحي من الله أكثر مما نستحي من الناس لانقبض القلب عن الفعل القبيح. أحبتي، أنا أستحي منكم ولا أريد أن أسقط من أعينكم، ولكن كم أعصي ربي وهذا يدلل على غياب الحياء من الرب. وإذا كانت الذنوب عظيمة وكبيرة فلا تصابوا باليأس الليلة. أقرأ لكم هذه الرواية، ينقل في الرواية أن الله عز وجل يقول: ما غضبت على أحد كغضبي على عبد أتى بمعصية فتعاظمت عليه في جنب عفوي. يا الله، إن كنت قبلت مثلي فاقبلني، إن كنت رحمت مثلي فارحمني، يا قابل السحرة اقبلني. من يكون أسوأ حالا مني الليل إن انصرفت من هذا المكان وأنت لم تقبلني أي رب، لم ترضى عني، لم تغفر لي تلك الذنوب والمعاصي بين يديك.
وإن أردت أن تعرف كيف تعترف بالذنوب والمعاصي بين يدي الله فاستمع لهذه الرواية التي أذكرها كثيرا في ليلة القدر. ورد في الرواية أن موسى عليه السلام صعد فوق الجبل، الكلام إلى قلبك وليس إلى طبلة أذنيك، فنكس الرأس واعتبره عبادة إن شاء الله. ورد في الرواية أن موسى عليه السلام صعد فوق الجبل فنادى الله، قال له يا الله، أتاه الجواب لبيك، ناداه ثانيا يا إله المحسنين، أتاه الجواب لبيك، ناداه ثالثا يا إله العارفين، أتاه الجواب لبيك، ناداه رابعا يا إله العاصين، أتاه الجواب لبيك لبيك لبيك. موسى عليه السلام استغرب، وضع 10 أصابعه على رأسه، قال أي رب، ناديتك بأحب الأسماء إليك فأجبتني بلبيك، وناديتك بإله المحسنين فأجبتني بلبيك، وناديتك بإله العارفين فأجبتني بلبيك، وعندما ناديتك بإله العاصين أجبتني لبيك لبيك لبيك. قال بلى يا موسى، العارفين يعولون على معرفتهم، والمحسنين يعولون على إحسانهم، ولكن العاصين ليس لهم أحد سواي، فإن أدبرت عنهم فبمن يلوذ؟ أي رب، قد اجتمعنا الليل نحن العصاة المذنبين بين يديك، نتألم للمعاصي والذنوب ونعترف بتلك المعاصي والذنوب بين يديك، أي رب، أتطردني من بابك بالخيبة مصروفا؟ ورد في الرواية أنه إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاصي ونحن كذلك، من منكم ليس عاصيا الليل؟ إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاصي فيقول يا رب، فتحجب الملائكة صوته فيكررها ثانية يا رب، ناد الرب، فتحجب الملائكة صوته فيكررها ثالثا يا رب، فتحجب الملائكة صوته فيكررها رابعا يا رب، فيقول الله عز وجل إلى الملائكة إلى متى تحجبون صوت عبدي عني؟ لبيك عبدي اطلب ما شئت. أي رب، نحن ناديناك ونحن نعترف بالمعاصي والذنوب بين يديك، الآن أحبتي دعونا نعترف، فليس لدينا وسيلة في هذه الساعات، لم تبقى إلا سويعات، وترفع أعمالكم إلى الله، تذكر تلك الذنوب المعاصي، ماذا ترفع إلى الله؟ هل ترفع إليه مقدار طاعات مساوي لمقدار المعاصي؟ أبدا. قفوا جميعا بين يدي الله في هذه اللحظة، قفوا جميعا أحبتي، فلنقف جميعا بين يدي الله، لا تتردد الليل ولا تخجل من الاعتراف بالمعاصي والذنوب بين يدي الله،
أنا أسألك، إن لم تبكي على نفسك الليل متى تبكي؟ وإن لم تعترف بالمعاصي والذنوب متى تعترف؟ ارفعوا الأكف إلى الله وتصوروا هذه الأكف مملوءة بالذنوب والمعاصي التي صدرت منكم طوال العام، ماذا ترفعون إليه؟ وينزل عليكم العطايا والجوائز وأنتم ترفعون إليه المعاصي والذنوب. ارفعوا إليه هذه المعاصي والذنوب. وأنا أسأل وأنا أشاهد الوجوه، أرى من كبر سنه ودق عظمه وظهر الشيب على رأسه، كم بقى لكم حتى تتوسدون التراب أحبتي؟ سنوات معدودة، أما آل لنا أن نرجع إلى الله؟ ورد في الرواية: يحق لك أن تبكي، لا تخجل من البكاء الليلة، فإن هذه القطرات هي التي تطفئ نيران جهنم، ابكي الليلة هذه فرصتك. ورد في الرواية أن الله عز وجل يقول في كل صبح ومساء: عبدي كبر سنك ودق عظمك وشاب رأسك وأنا أستحي أن أحرق شيبتك بالنار، فاقلع عن ذنبي. ليتنا نستحي من الله كما يستحي منه. ولذلك في رواية أخرى ماذا يقول؟ عبدي أذكرك وأنت تنساني، أتقرب منك وتهرب مني، أستحي منك ولا تستحي مني. عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لنفسك، وتهرب مني. عبدي ما أنصفتني. ارفعوا الأكف الآن واعترفوا بالذنوب والمعاصي بين يدي الله. قلوا: يا الله، هذه بضاعتنا، ليس لنا بضاعة إلا هذه البضاعة المملوءة بالذنوب والمعاصي، ولكن أيرى اليد ممدودة إليك بهذه المعاصي، والعين ممدودة إليك بالرجاء، أتصرفني الليل من بابك بالخيبة مصروفا يا الله؟ وأنت أرحم الراحمين. ينقل في بعض الروايات أن الله أرحم على العبد التائب من الأم على ولدها إذا رأته يبكي. وها نحن نبكي ونعترف بالمعاصي والذنوب بين يديك. أي راك، اقبلنا الليل، ولكن ذلك يتطلب ماذا؟ أن نعترف بالذنوب والمعاصي بين يدي الله. ورد في الرواية أن الله عز وجل يستحي من العبد، يرفع إليه كفيه فيردهما خالية. أي رب، رفعنا إليك الأكف الليلة ونحن نرجو التوبة، فلا تردنا بالخيبة مصروفين. وها نحن نضج إليك ضجيج المتألم النادم المعترف بالمعاصي والذنوب. إلهي قد مد إليك الخاطئ المذنب يداي بحسن ظني بك. إلهي قد جلس المسيء بين يداي، اعترف اعترف مقرا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفح عن زلله.
إلهي قد رفع إليك الظالم كفيه راجيا لما لديك فلا تخيبه برحمتك من فضلك إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا ورفع إليك طرفه حذيا راجيا وفاضت عبرته مستغفرا نادما وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاهز ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخيف ولكن سولت لي نفسي وأعانتني على ذلك شقوتي وغرني سترك المرخى علي فمن الآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من اعتصم اعتصموا إن قطعت حبلك عني فيا سوءتا غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط ويلي كلما كبر سني كثرت خطاياي كلما كبر سني كثرت ذنوبي ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي فكم أتوب وكم أعود أما آن لي أن أستحي من ربي وأنتم بهذه الحالة أحبتي ورد في الرواية أن ما من شيء في الوجود يحط الذنوب كالسجود بين يدي الله عز وجل اسجدوا بين يدي الله عز وجل أي رب أتحرق بالنار وجهي وقد كان لك ساجدا أتحرق بالنار قلبي وقد كان لك محبا أتحرق بالنار لساني وقد كان لك ذاكرا ارحم من أساء واغتر واستكان واعترف اعترفت بذنوبي بين يديك أي رب إن لم ترحمني الليلة فمن يرحمني الآن ارفعوا الرأس وضعوا خدكم الأيمن على موقع السجود وتذكروا أن هذا الجلد الناعم
هو الذي سوف يتوسد التراب غدا عندما تنزل في تلك الحفرة. إن كنت لا تريد أن تؤلم هذا الجلد وتخدشه بالسجاد فاعلم أنك إن نزلت في تلك التربة فلا توجد لا يوجد إلا الحجارة والتراب. الآن وأنت بهذا السجود قل لله عز وجل بقلبك: إن كنت بئس العبد فأنت نعم الرب. يا الله اسجدوا مجددا لله عز وجل. يا محسن الليلة ليلة الإحسان وأنا المسيء. يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم. إن لم تعفو عني الليلة متى تعفو عني؟ ربي ها أنا نادما ساجدا مستغفرا منيبا متوجها إليك، فلا تصرفني الليل بالخيبة مصروفا. العاف 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 العاف. اعفو عني الليل يا الله. ارفعوا رؤوسكم يا الله يا الله يا الله. ورد في الرواية أن قوم أنزلهم الله في قعر نار جهنم فنادوا من قعر نار جهنم: يا الله. حجبت الملائكة صوتهم، نادوا ثانيا: يا الله. حجبت الملائكة صوتهم، نادوا ثالثا: يا الله. حجبت الملائكة صوتهم، نادوا رابعا: يا الله. فتدخل الرب وقال: عبادي اخرجوا من جهنم لقد غفرت لكم. جهنم دار عقوبة، وشهر رمضان شهر ضيافة، ونحن بين يديك نبكي على الذنوب والمعاصي، فاخرجنا من أهواء أنفسنا يا الله يا الله يا الله يا الله. أكمل الدعاء أحبتي. اشكروا الله إن كانت قلوبكم مقبلة على الله. ورد في الرواية أن الله عز وجل خاطب داود قال له: يا داود لو عرف المدبرون عني شوقي إليهم لتقطعت أوصالهم من محبتي. فإن كنتم من أهل الإقبال على الله الليلة فاشكروا الله على هذه النعمة، وامزجوا بين دمعة الاستغفار ودمعة التوسل بالقرآن ودمعة التوسل بأهل البيت عليهم السلام.